البعض من حضراتكم بيرى ان البنت دي لازم اكتنها علشان عندها عضو زائد، ده خلاص بقى كلام متداول ومعروف، وان العضو ده اذا احتك بالبنطلون اللي هي لابساه هيثيرها جنسيا فهتبقى ماشيه على حل شعرها. دكتور عمرو حسن، الكلام ده صحيح؟ لو صحيح يبقى من باب ادعى بقى كان على الرجاله، يعني اكيد الراجل عنده الحته الزايده اكيد اكبر من الست اللي هيشيلها. القصه ان انت ما انا عايز اشرح للناس عشان يبقوا فاهمين الكلام ده. يعني الكلام ده لو هرد يبقى اقول لك من باب ادعى بقى الكلام ده تقوله على الراجل وليس مش عن البنت. من باب ادعى اكيد طبعا. اما احنا بنقول انت الواحده لما تبقى لابسه الملابس الداخليه هي خلاص بقت عارفه جسمها، مفيش احتكاك خالص، سواء بقى هي تركب عجله راكبه حصان، مفيش قصه اللي ليها الاحتكاك. الرغبه من العضو ولا الرغبه من المخ؟ نقول ان الرغبه في المخ. المخ ده بتاخد اشارات، حاجه انت شفتها شمتها سمعتها من الاعضاء، الرغبه في الاخر كل ده بيصب في المخ. فاقول لكل ست عاوزه تتحكمي في الرغبه عند بنتك وعاوزه تحميها، اتحكمي انت هتحطي ايه في دماغها من ثقافه من علم من دين من اخلاق، هو ده اللي هيحمي بنتك. مش اللي هيحمي بنتك انك تقضلها على الاعضاء، اقطع لها جزء من الاعضاء التناسليه الخارجيه، لان احنا نقولها تاني، الرغبه من المخ. المخ بيجي له اشارات من الاعضاء التناسليه، من العين من الودان من المراخير، هو ده اللي بيتحكم. يبقى نتحكم هنحط ايه في دماغ بناتنا، هو ده اللي هيقدر ان هو يحمي بناتنا. عايز ازود حاجه بس على التاريخ، احنا عندنا يوم اسمه اليوم الوطني لمناهضه ختان الاناث، ده 14 يونيو. ف 14 يونيو 2007 في بنوته مصريه في المنيا ماتت، كان عندها 13 سنه، كان اسمها بدور. ودي اللي بسببها ظهر القانون في 2008، والقانون كان جنحه، ودي اللي بسببها الاوقاف والازهر ووزاره الصحه التفتوا للكارثه. التفتوا لان هو البنت دي لما ماتت وجم يدوروا في القضيه قال لك هو اصلا ما فيش عقوبه. القضيه موضوع الختان فضل مكمل. جينا في 2016 في بنوته مصريه في السويس اسمها ميار ماتت وهي بتعملها ختان، فتم ساعتها تشديد العقوبه من جنحه الى جنايه. بس هل يا ترى احنا مصر بتحارب الختان من القصه دي؟ لا، انت من التسعينات كان فيهم عندك المؤتمر السكان، كانوا عملوا حاجه لطيفه ساعتها، كان سي ان ان ليله المؤتمر قابلوا احد المسؤولين المصريين الكبار سالوه، قال لك هو مصر عندها الختان بنسبته قد ايه؟ قال له لا احنا ما عندناش في مصر حاجه اسمها ختان. في نفس يوم المؤتمر سي ان ان زعت لك تقرير من احد الاحياء الشعبيه المصريه لايف وهو بيتعمل تصوير لايف طبعا، وكانت دي كانت فضيحه. بس طب نرجع، طب هل يا ترى نرد على الناس؟ هل يا ترى انت مثلا مصر ابتدت تحارب الختان من ساعه المؤتمر السكان؟ لا، نقول رد الازهر نفسه بيقول لك ان 1951 الشيخ محمود شلتوت في مجله الازهر هو كان بيتكلم ان الختان ملوش علاقه بالدين، وان انت ارجع اسال الدكاتره عاده فرعونيه ان هي وموجوده في افريقيا. احنا لما بنيجي ندرس في المراجع الطبيه ودي حاجه بتزعلنا، هو بيجي يقول لك مصر السودان الصومال اثيوبيا اعلى بلاد في العالم، هو يتم ممارسته في حوالي 29 دوله افريقيه مش مشتركين لا في لغه ولا في دين. الختان في مصر موجود مع المسلمين والمسيحيين، ولما تيجي تسالهم انت بتعملوا الختان جزء منهم هذا ما وجدنا عليه ابائنا واجدادنا، ونقول ان انت حتى لو عملت اعمال العقل لازم ان احنا نغير العاده. مش موجود في السعوديه، مش موجود في كل دول الخليج. بص في مصر لما تسال الناس بتوع اهل سينا تسمعوا الختان يقول لك لا اطلع الناحيه الثانيه روح الخليج مش موجود. وهنا انا بكلمك على مصر، سينا الخليج، السعوديه اكتر دوله مركزه في تطبيق الشريعه على السيدات ما عندهمش حاجه اسمها ختان. في مصر اطلع فوق عند سينا ما سمعوش عن الختان، روح ناحيه مرسى مطروح ما سمعوش عن الختان. الختان جاي لك من تحت، جاي لك من افريقيا. طب اللي بيعملوه في القاهره جم منين؟ دولت كانوا عايشين في الصعيد وجم قعدوا هنا في مصر في القاهره. هروح ليه فضيله الشيخ ابراهيم حسين؟ اتفضل.